لكن بتتخلص، عادت لمصلحة علي سالمين يستعد للتسديد، وصلت إلى سيدي، سيدي بيه في محاولة عرضية خطيرة، أوهوهو ممكن جول، الله فابيو ليما يتحدى تيكالي، فابيو ليما يقول ابتعدوا عن طريق الإمبراطور الذي لا يعرف التوقف في هذا الموسم، يسجل أول أهداف المباراة فابيو دي ليما، فابيو دي ليما، ويا لها من ضربات أليمة يضع فيها فابيو ليما قدمة، وهدف جميل كانت ملعوبة منك يا سيدي بيه، وصلت هناك لفابيو، لا وجود لحالة تسلل، أوهوهو ضربة موجعة كيف لا وهي من ليما، مجموعة من الأسماء في انتظار داخل منطقة الجزاء، منها سفيان، سفيان الله هذا هو الذهب كما يجب أن يكون وكما يجب أن يبدو في هذه اللقاءات، يسجل الإمبراطور الهدف الثاني من نفس الكرات العالية داخل منطقة الجزاء في ظل عدم الرقابة، يوسف المهيري يسجل هدف ثاني لمصلحة الإمبراطور الوصلاوي، لمصلحة الإمبراطور الوصلاوي، يوسف علي المهيري يسجل الهدف الثاني في هذه اللحظات، شوف كيف أرسلت، كانت في مكان، هل كان فيها تسلل؟ راح نشوف هذه كرة بهذه الطريقة، والله على يوسف وعلى الرأسية السليمة، لاعبي فريق نادي الوصل ومن قبل لاعبي فريق نادي الشباب الأهلي، تعود من جديد خيمينيز، محاولة تسديدة، يا الله ما يحدث ليس بغريب يا خيمينيز، إمبراطورية الذهب تبدأ التنقيب عن الذهب من جديد، عاد التنقيب، عاد خيمينيز وسجل الثالث، نيكولاس يضع الكرة في المرمى محرزاً الهدف الثالث لمصلحة الإمبراطور الوصلاوي، إمبراطورية الذهب تبدأ في هذا الموسم التنقيب عن الذهب، ويا له من ذهب، ذهبت الكرة، ذهبت ووصلت للشباك، سجلها، هذه طريقة جديدة تدرس في عالم التسديد، كيف سددتها يا خيمينيز، كانت عالية متجهة برا الملعب، شوف كيف لفت، يا لها من تسديدة يا نيكولاس، يا خيمينيز، كرة كورباج نازل في مرمى شباب الأهلي، في مرمى شباب الأهلي، الهدف الثالث للإمبراطور الوصلاوي، 3 أهداف وأصبحت مستحيلة.